عم بيعاني الفنان الكوميدي والمونولوجيست المصري ماجد القضعي من أزمة كبيرة بسبب الشبه بينه وبين الشخص اللي تحرش بالبنت الصغيرة بالمعادي، ولأنه كتار فكروه إنه هو المتحرش. واستنكر ماجد تداول البعض لصورته مع الإعلام المصري عمرو أديب وكتابة عبارات بتقول إنه هو اللي تحرش بالبنت الصغيرة بالقضية المعروفة إعلامياً بمتحرش المعادي. وقال ماجد إنه انصاب بالصدمة هو وعائلته لما انتشرت صورته حتى صورة المتحرش، وطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه ما يتهموه ظلم، وأكد للكل أنه مش هو المتحرش. لتعرفوا كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.